السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد. تغنى أما سي غايا نكون سيغو بيبو نباري بني ياتي بياتاري تمانو مياجي صلى الله عليه وسلم يقول ربي الأول لما فامينا مغيري ربي الأول لما بي تمانو مياجي صلى الله عليه وسلم مكاغا ني مدينة كو هجرة لو دو مغيري ربي الأول لما بي تمانو مياجي صلى الله عليه وسلم الله ميكانو مغير تمانو مياجي ميشي ري نغاها ابن الزبيحين في دي نغاها زبا لو چه خان يا ري پوكو نيو يتا في دي دبا غارو تمانو اسماعيل عليه الصلاة والسلام تمانو مياجي ها تمانو اسماعيل عليه الصلاة والسلام يتازي ميزي تيغا فيت ابراهيم عليه الصلاة والسلام يتارو نباشي ري تارو اسحاق عليه السلام غاني يهودي ري سنتا لاغي ري تارو اسماعيل عليه الصلاة والسلام غاني عرب دو ميو ري سنتا لاغي ارا كو ينيو ميرو تمانو مياجي غا اميشي را غا ها زبانو چه خيانة پوكو نيو يتا تيو كارو تمانو اسماعيل عليه الصلاة والسلام فيت دي نو دبا كارو تمانو يه پاكي حضرت عبداللہ حضرت عبداللہ يه چونگو پيوا میں سوئي حضرت عبداللہ يه پاكي تمانو يه اپو عبد المطلب ها تنه کابا چونو ري ما ايسا نا يو ني يه ني ايمت خو گومت فرشتہ ربا گا ايمت ما لا بيرو زمزم يه دوئن گو تو پو بو تو ايمت پی گر تونجي امامت دي يوريني نياغولي بياغي دي امامكاني نو بيرو عبد المطلب ها زمزم يوريني تو پو مي سو بيرو تاندينا چاگي ني پو ميازو آره گاني زمزم يوريني ها پي توان ها پشت دي نياغا لي بيني اما لي سوراغو بروما متي جارو بو اكو لو امام يارو عبد المطلب کا زمزم يوريني تو پو بو تو سانا پيو لائي آلوں گا رو بھائیں بھی رو تا جا رہے مپشے نائے مو بھیگا نی بھی رو جی یا مالے دو دو عبد المطالب گا ایمہ یا رہا رہے تو ہے تو پھو میں سو بھی رو تا نہیں نا چاہ بھی زمزم جی رہے گو تو پھو گئے ایدرو جی رہے گو تو پھو نہیں یہ نے اللہ تھانو پا ما نظر تکو لو لائی دے دی جی رہے ہاں آؤں میں میں نے پوٹھو لہا میں سوئی چنو یہ تارو سے بارے گا نی تارو دبا گو اللہ تو زبالوں میں اللہ بکا بے زمزم یوریوں گا پوٹھو لاغے رے آلوں گا وان تا دو جا رے تنے عبد المطلب کا بارے ما اگنی یہ نے پیان میرو ایمہ میں دے فرشتہ گا میشی نے رے اوفو بن نظر اتے نظر لے اٹھا رہا گو دریا ریے لہ تے نظر کو تے گا پیوا ہوں لو پا اور عبد المطلب کا ای آگا نے نول لابی میمی یہ تارو رے آلوں گو کھو لائی دے کھو بھی رو اچو چاؤں گو تیم پیان گا ہا زمزم جی رے گو تو پھونے رے چھیں گا سیدے ماں دی رو کو گئے رے نظر لو کھے رے ارہ منو ٹھیں گا نی بھی رو اللہ تو زبانو کھامو دے بروتیں چھی لے تارو سے با آلوں سروں گا سنے بے آلوں گا تین چھی جا رے دو دو میں سنے نے جوی لائی میں سو بھی رو جوی لائی دو حضرت عبداللہ یہ نام ہے تولا حضرت عبداللہ ترو چھوڑے لارے پکو یہ کو مون ماری رہا ما انگے دوں اٹھوی دوں اماری نی ماری گا ہاں نارو یہ دیماؤنے گو رو نارو زبا اللہ مکھانے مو دیماؤنے گو رو نارو مپینے مو سو برو آلو گا نین جار دوتیا چین پیان میں نائی نائی دو لے حضرت عبداللہ یہ نام ہے تولا رہے تتیا چین مالے حضرت عبداللہ یہ نام ہے تولا رہے نو سوں جیماری ماری گا با اچھا پیلے سنو اپائی تفہ ما عبداللہ اے نامے گو تھے نو تفہ ما کلو سے گاؤں گو تھے تفہ ما عبداللہ اے نامے گو تھے رے نو تفہ ما کلو سے گاؤں گو تھے بھی میں نہیں لائی دو لے حضرت عبداللہ اے نامے میں تھولا سے گاؤں دی تو 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 بھی رو میں نہیں دوار رے نو سو اکاؤں تیا پی رو ما کلو تیا نامے پو تھولا رے حضرت عبداللہ اے ساما کلو اکاؤں تیا گو زبالو خیر
အဲ့ဒါကိုရင်ညွှန်းပြီးတော့တမန်တော်မြတ်ကအမိန့်ရှိခဲ့တာငါဟာဇဘာလိုချစ်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ရဲ့သားဖြစ်တဲ့တယောက်ကတော့အစ္စမာအီလ်အလိဆလာတူဝဆလမ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့တမန်တော်ရဲ့ဖခင်ဟဇရတ်အဗ္ဒူလာဖြစ်တဲ့ဟဇရတ်အဗ္ဒူလာမက္ကာသားဖြစ်တဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အရွယ်ရောက်လာတော့အဗ္ဒူလ်မူတာလစ်ကအိမ်တော်ချပေးဖို့အတွက်စီစဉ်ခဲ့မဒီနာသူဘနူဇိုဟရာမျိုးနွယ်တွေကအာမီနာတခင်မနဲ့နေကာလို့ပြေးခဲ့တမန်တော်မြတ်ရဲ့အဖိုးဟဇရတ်အဗ္ဒူလ်မူတလစ်ဘာဖခင်ဟဇရတ်အဗ္ဒူလာကိုနေကာလို့ပြေးဖို့အတွက်မက္ကာကနေမဒီနာကိုခေါ်ဝါတယ်ခေါ်ဝါနေရင်လည်းလမ်းမှာအမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့တွေ့တယ်ယဟူဒီအမျိုးသမီးအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကဟဇရတ်အဗ္ဒူလာကိုသူ့နဲ့အတူနေဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ဒို့ဒဟဇရတ်အဗ္ဒူလာကညင်းဆိုခဲ့တယ်အဲ့ဒီတော့မဒီနာကိုရောက်တဲ့အာမီနာတခင်မနဲ့နေကာလို့ပြေးခဲ့တဲ့အဲ့ဒီကနေပြန်လာရင်းနဲ့လက်ခုလက်တနီးယားမှာအဲ့ဒီယဟူဒီအမျိုးသမီးနဲ့ပြန်တွေ့ယဟူဒီအမျိုးသမီးကဘာပြောလဲဆိုရင်ကျမဟာမကောင်းတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်မဟုတ်ဘူးကျမရှင့်ကိုဘာကြောင့်ဖိတ်ခေါ်ရတာလဲဆိုရင်ရှင့်ရဲ့နဖူးပေါ်မှာကျမဟာနူရ်တခုကိုတွေ့နေတဲ့အဲ့ဒီနူရ်ကိုကျမကလိုချင်လို့ကျမကရှင့်ကိုကမ်းလှမ်းရခြင်းဖြစ်တဲ့ဆိုလိုချင်တာကဟဇရတ်အဗ္ဒူလာကနေတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာဟ်အလိဝါဆလမ်ဖမ်းမြင်လာမယ်အဲ့ဒါကိုလိုချင်လို့အဲ့ဒီယဟူဒီအမျိုးသမီးကကမ်းလှမ်းခဲ့ရခြင်းဖြစ်တဲ့အဲ့တော့ဟဇရတ်အာမီနာနဲ့ဟဇရတ်အဗ္ဒူလာကအိမ်တော်ကျတဲ့အဲ့ဒီနောက်တမန်တော်မြတ်ကြီးမုဟမ္မဒ်ရာဆူလ်လာဆလလာဟ်အလိဝါဆလမ်ဖမ်းမြင်လာခဲ့တယ်အင်ရှာအလ္လာရှေ့ကိုဆက်ပြီးတော့တင်ပြပါမယ်ဟိုနေ့ကတင်ပြထားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီတင်ကားတာကိုနားထောင်နေတဲ့ group တစ်ခုလုံးကပုံကိုယ်တွေဒီရဘီလ်အဝလာတည့်နေရနေစနေနေ့အတွင်းအင်ရှာအလ္လာဒရူဒ်အချင်းတတောင်းဒရူဒ်အချင်းတသိမ်းဖတ်ကြရအောင်အဲ့ဒီအတွက်တင်ကားတာနားထောင်နေတဲ့သူတွေတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းနေနဲ့ဒရူဒ်အချင်းတရားစီဖတ်လိုက်ပါအင်ရှာအလ္လာတယောက်ကိုအချင်းတရားစီဖတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒရုဒ်အချိန်မောင်းတိတ်နဲ့ချီပြီးတော့ရာသွားမယ်ကျွန်တော်တို့ group တစ်ခုလုံးကသူတွေဒီဆဝါကိုလည်းရာသွားမယ်တမန်တော်မြတ်ကြီးကိုလည်းဒရုဒ်ပို့ရရောက်မယ်ဝါအာခီရူဒါဝါနအန်အလ်ဟမ်ဒူလ illah ရဗ်အာလမင်ဝဆလာမူအလัยကွမ်ဝရဟမတူလာဟီဝဘရကာတူ